امبارح قطع الوزير جبران باسيل عند استاذ سركيس تيرافقه بمعنى بخطبه تقديريه انه هذا الشخص حليفنا وحريصين عليه. تاكد انه في تحالف لانه في تحالف بالليست. بصير في خلاف هو وياه كلهم حكيوا، بيجي بيقول له ليش بدكش تشهد انت وفلان انه مثلا انه ضد سيمو ابو فاضل؟ قال له يا اخي ما في شيء، سيمو مش حكي شيء.